معانا هنفتح الفسيخ. بصراحة ما جبناش فسيخ بعد العيد على طول، فقلنا نجيب ربع يوم العيد النهاردة عشان بس تشموا الريحة كده وتدوقوا معانا. انا هدوق لكم بس هيبقى الطعم كويس اكيد. يعني الفسيخ ده فسيخ نبرو، اعملي الواحدة كده كيلو من ده بسبعين جنيه يا جماعة. كيلو من الفسيخ ده بسبعين جنيه من نبرو، ما شاء الله الله اكبر. هنفتحه معاكم طبعا. كم واحده؟ 1 2 3 4 5 6 6 وحدات ما شاء الله. الكيلو ده ب 70 جنيه. شو يا جماعه، عيش بقى، عيش اللي قلبكم يحبه. تعرفين العيش الطري بقى، بصل، ايه تاني؟ فطير. جايبين فطير، هات كده مريهم الفطير انت بسرعه. بصوا يا جماعه الفطير، وما ادراك ما الفطير. ده فطير يا جماعه، ده فطير. الله اكبر، بسم الله. قول حته لين. الله، تحفه تحفه. يلا بقى ناكل بالهنا والشفا. تفتح كمان واحده اقول لك فيا. افتح كمان واحد. الله تحفه. روعة روعة هي يا جماعة، كلها لحمة ما شاء الله، بهاريز. يلا بقى بألف هنا وألف شكر.